ياسر عبد العزيز محمد. احنا كنا رايحين بمسيرة من هنا لغاية وزارة الدفاع، وصلنا عند مسجد النور، ابتدوا يضربوا فين لنا الاول الجيش سدد الطريق وراء امن مركزي، وفي وسطهم كان في بلطجيه شويه، وابتدى في بلطجيه في الشوارع اللي حواليها تتجمع، ابتدوا بعد كده يضربوا ازايز وطوب ويضربوا ملطوف شويه، الضرب ابتدى يزيد من كل حته ومن فوق البيوت. بعد كده لقينا الضرب الامن المركزي بقى بحوط من الناحيه الثانيه محاصرنا، وراه بلطجيه وقدامه بلطجيه، بقى بيضربوا ويستخبوا الامن المركزي. بعد كده الامن المركزي ابتدى يضرب بالقنابل المسيره للدموع، قافلين مسجد النور من قافلين مسجد النور، ما كانش حد عارف يخش مسجد النور، حتى شيخ الجامع قاعد بيتحايل على الضباط اللي هم يفتحوا المجلس مش اللي هم يفتحوا الجامع، فما كناش عارفين نخرج. ضربنا يعني جه 4 ساعات بنضرب، في ناس كانوا بيضربوا خرطوش والجيش ضرب في الهواء، وفي ناس بيقولوا ماتت، وفي اصابات كتيره قوي، جرحى مطاوي وكذلك. وكل حاجه. ايه ازاي؟ انا شايف رجلك كسر ولا لسه؟ المفروض اروح اعمل اشعه عليها في المستشفى، وبعد كده اقدر اعرف اللي في رجلي وكتفي وكتفي برضه. كان بيتدرب علينا ازاز وطوب من كل حته يعني. معاك رصاصه حيه؟ ثانيه. ادي الرصاص الكم بتاع الجيش. طبعا انا مش عايز اعطلك عشان تروح تتعالج، والف سلامه.